في مراقبة مرورية في الشارع تبقى مراقبة إلكترونية بس، يكتفوا بده وميبقاش في ضباط مرور. انت شايف ان ده يعني حل مناسب لرصد مثلا المخالفات وغيره؟ هو الحقيقة ده ممكن يبقى أحسن في حال لو اتطبق صح، يعني فكرة إن أنت تطبق حاجة إلكترونية في مصر 100 مليون ده بتهيألي هيبقى الدنيا بايظة خالص. لأن مثلا ممكن حد يقول لك مثلا أنا في إشارة، فمثلا لو أنت كسرت الإشارة إلكترونيا مثلا هتدفع 100 جنيه، لكن ممكن واحد يعدي يقول لك لا أنا أعدي دلوقتي هدفع 100 جنيه بعدين، فالدنيا كلها بايظة. لكن فكرة إن حد واقف وعارف إن أنا لو عديت دلوقتي هيبقى في كوميتمنت إن أنت لازم هتدفع دلوقتي بتحد شوية، فهي محتاجة لوجيك عند الناس أكتر يعني. في مشاورات دلوقتي ان هم يطبقوا المراقبه المروريه بدل ما يكون في ضباط مرور في الشارع، هل انت شايفه ان ده مناسب هنا في مصر ان هم يرصدوا المخالفات عن طريق الكاميرات والمراقبه الالكترونيه بس؟ الموضوع يعني بيكون في نظام، يعني شايفه ان الناس مش هتبطل مثلا تعمل مخالفات لو تم مراقبتهم الالكترونيه خاصه لو الازمات المروريه كلها تتحل؟ لا ما اعتقدش، يعني هو مصر هنا في هبل، يعني الموضوع مش هينفع معايا اصلا. كنا عايزين نعرف في مقترح حاليا بيتم عرضه بان يتم تغيير المراقبه المروريه عن طريق ضباط المرور للمراقبه الالكترونيه، يتم رصد المخالفات عن طريق الكاميرات وكده، فكنا عايزين نعرف منك هل انت شايف ان الحل ده مناسب لحل ازمه المرور في مصر؟ طبعا حل مناسب، لان في بعض الاحيان بالليل بعد الساعه 11 ما بقاش فيه ولا عسكري المرور ولا ظابط، فبتبدا المخالفات من بعد الساعه 11 بالليل فالحاجات الالكترونيه دي حتى لما المخالفه بتتعمل بتتبعت على البيت احسن ما يجي تتوصل الفلوس كلها توصل للمرور، احسن لما تيجي واحد انت عارفه حضرتك لما يجي يعمل مخالفه يقدر ان هو يديله اي حاجه وخلاص المخالفه كده راحت على المرور. طبعا انا يعني بس اهم حاجه البنيه التحتيه تكون كامله، لان هو كان القانون طلع الايام اللي فاتت دي مجلس الشعب اقره مجلس النواب، بس هيتنفذ في خلال 3 سنين لان البنيه التحتيه مش كامله. انا سافرت بره كتير، قعدت كتير من التسعينات والكاميرات شغاله ومفيش عساكر واقفه ومفيش، وانا واحد من الناس اللي بيحب يحترم القانون، بس هنا في ناس بصراحه عايزه يتعمل لها سوفت وير من جديد، عايزه يعني يبقى بند في المدرسه من ابتدائي او اعدادي او ثانوي يبقى حاجه عن المرور، لان هنا في ناس ما لهاش دعوه بالثقافه، ما لهاش دعوه بنوع العربيه، لان انا بلاقي ناس راكبه احدث موديلات وماشيه عكسي، وفي الاخر يعني ما اتمنى الصالح العام، وانا واحد من الناس بحب القانون. يعني يتم الغاء وجود ضباط المرور في الشارع ويتم مراقبه الكترونيه، يعني المخالفات تتاخد عن طريق الكاميرات الالكترونيه، شايف ان ده هينفع في مصر او مناسب ليه؟ ايوه هيبقى احسن، عشان مثلا اللي بنت عشاره اللي بيركن عكس اللي بيعمل ده اللي بيعمل ده كل حاجه بتبقى احسن. يعني وجود ضابط المرور في الشارع مش بيبقى فيه حده اكتر؟ في شده وفي مرات شرطه بتشتم وفي مرات شرطه بتستفز الناس بطريقه وحشه.